ابو الفضل بيسوي طريقه يسوونها في المغرب اللي هي طعم الحي، تنفع في المناطق العميقه وخاصه لما يكون في جبل ولا شيء محل مرتفع، لكن بيجربها هنا. المنطقه دي عميقه يمكنها فوق 20 متر او اكثر. وهذه هي شو، وهذا الحرير ربط فيه مدور، وهذه حلقه، هذه يا شباب الله ثبتها فيه. هذا خيط كم يا ابو؟ هذا 35. 35. وهذا الثقل فلورو كربون، سوى الثقل اي حاجه. ايوه سوى الثقل هذا عشان اهمل لي شويه، فكري شويه. سوى الثقل هذا عشان لما يوصل هناك يمسك في الارض، يمسك في الارض يكون مشدود زي كذا. الحين ايش بيسوي؟ بيرمي الحين ويتعب ويحاول يثبت الثقل في الارض، يكون الخيط مشدود. ايوه بيرمي الحين بدون طعم، يرميها اول شيء. تنفع في المناطق العميقه، هم يستخدمونها في المغرب مناطق عميقة، وهنا منطقة عميقة يمكن فوق 20 أو أكثر من 20 متر. وفي المغرب اللي يميزها أكثر أن عندهم زي الجروف كذا، بيرمونهم فوق وتكون نازل على العمق على طول. بس نجربها في المنطقة هذه وإن شاء الله ناخذ. لأن في عمق. إيه هنا منطقة عميقة. بيجلس ينزل الخيط. يفك الخيط. شفت الحين خلاص. إيه. الحين تأكد أنها مسكت أم لا. يشد هو عشان تتثبت في الأرض. كده كويس خلاص صح؟ خلاص الحين كده ثبت ما شاء الله. الحين فك الان صارت ثابته في الارض من هناك، والحين يثبتها هنا في القاعده. ثبتها. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه هذا مصفر، هذا الهوك، وعنده هوك هنا حق طعم حي. انا كنفضل الهوكات هذول لان معطوف ما يقدر تطلع منه السمكه. حق طعم حي شوف حق طعم الحي هذه. ايوه ركب الحين السمكه. يلا يلا خذ اوريك. يا رب هذا البياض باقي معنا، تضربه تحت الريشه هنا بس لا توصل العظم. ايوه كذا ممتاز. شفت هذا باقي حي يلعبها. وريهم الحلقه اللي هنا، خليهم يشوفوا السمك اول. ها صور سمك. ايوه باقي تمشي، باقي تمشي. شوف أيه. يعني حيه. اشوف المشبك هذا، هذا زي المشبك هذا، المشبك هذا بس قوي، ما هو زي المشابك إيه العادية. ايه شوف المشبك هذا، شوف المشبك هذا، شوف. ايوه هذا يركبه في الخيط الحين ويبدأ يفك السمكة تكون حرة. شوف هاي ابو الفضل، شوف هو البياض يتحمل اكثر، ما هو زي السن إيه. او ما يسمونه بوكسما او ايه. خلاص هذه هي، شوف تصير حرة، شوفها تسبح براحتها، شوف تسبح براحتها، شوف شوف وينزل كل ما لا تنزل أكثر، تنزل تنزل تاخذ راحتها السباحة. ترفع الخيط كذا. ايوه عشان تاخذ هي تروح، هي تروح من حالها. الخيط بتلقاها هذا، شوف ايه تمشي من حالها هي تروح، يعني الخيط رايح كذا تدخل شوي. ايوه لأنها ما في عمق على طول. هنا عشان المنطقة ما هي عميقة، بس يستخدمونها في المغرب جبل ونازل تحت، يكون جبل فوق وصخور ويكون عمق على طول، فيكون خيط كذا نازل تنزل السمكة لين العمق. لكن هنا نجرب الطريقة هذه. خلاص نزلها الحين، تكون حرة هي تمشي في الخيط وترجع عادي. ولو ضربت سمكة ولا شيء كبيرة خلاص تمسك فيها السمكة مشيئة الله، وتوصل لين الحلقة اللي وريتكم إياها اللي فوق الثقل، تمسك فيها المدور هذا والمشبك، يمسك فيها وتطلع ان شاء الله مشيئة الله تعالى. مسألة ثانية، ليش احنا حطينا الخيط حق الثقل الخفيف؟ لانه اذا ضرب وكان تسخر ايوه يروح الثقل وكما يبقى معك السمك. ايوه دور الحلقة اللي مسوية كذا ايوه، هذيك اذا راح الثقل يبقى معك السمك. ايوه فهمت عليك، يعني الخيط يقول الخيط حق الثقل ليش حطه 30؟ يكون خفيف عشان لو سخر ولا شيء وضربت سمكة يكون خفيف يقطع، ما يتسبب في قطع الخيط كامل، يقطع هو يروح الثقل يبقى تبقى معك السمكة. ما شاء الله تبارك الله. جرب الطريقة هذه هنا والله يكتب الخير لنا ولكم. لا انت ابو الفضل ما قصرت. الله يسلمك. اليوم الثلاثاء اللهم لك الحمد لك الشكر. مطرة جت فجأة كذا وقوية، قوية مرة. التاريخ والله ما ادري، بكتبه لكم ان شاء الله، بكتبه لكم. بحاول اطلع اشوف اصور امطار برضه برا والسيول. حاليا في ابهانا. ابغى اغسل صندوق من زمان، ابغى اغسله وارسخ.
كفايه كذا كفايه. بيوت قديمة ذكرى زمان. السلام هذا قديم. ما شاء الله بس الواحد صار يخاف يخفيها. صار واحد يخاف تخوف ما تضمنها. دوران برا شوف هنا برضه. اوه كنت بطلع على هذه بطيح. والله ما انتبهت شكلي اتكسرت. الله زمان الله يا ربي. بنزل تحت في الوادي بشوف اذا في سير صورت لكم. توقعت في سير هنا بس بوريكم المناظر هنا. اعتقد فيها سير لكن ما قد وصل. اسمع صوته فوق الحين بيوصل. اسمع هذا هو. شوف شوف هذا السير. شوف الخضار هنا ما شاء الله. كأني ماشي في كسارة، كأني ماشي في البحر. هناك سير عند الشجرة اللي هناك
في مناظر روعة هناك. نجي واحنا صار لكن مشوار الله تعبت مشوار. بكتفي بهذا، رجعتني سنين اللفة هذه، من زمان ما جيت المحلات هذه. اوه استعبت. الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه النعمة. الحمد لله، اللهم لك الحمد. حبيت افرجكم على المطار وعلى السيول. جت مطرة قوية بس ما طولت، لو طولت جت سيول اكثر. اللهم لك الحمد. السلام عليكم، صباح الخير. اليوم الخميس 13/1/1444 يوافق 11/8/22. في محل هنا زمان وضعنا، طبعا مع ابو منصور وجه السعد. ابو منصور زي ما يقول احد الشباب، مرحبا الف، حيا الله ابو منصور. قد ابطينا عنه، بننزل من الكساره هذه، والله يكتب لي فيه الخير. ندور شعور الرم كذا موجود. اما الهوامير ما ادري والله كيف الهوامير هنا، ما عاد بشي. خلصنا الهوامير، ما عاد في شيء. الطعوم سلماني معايا من اول الاسبوع اللي فات، ثلجة، واخذت كيسين باغا لقيتها في القالة. نجرب حظنا، الله يسر اكتب الخير. توكلنا على الله يا ابو منصور. اشباع مقسومة ذي، والله انهم حتى قاسمينها هي يقسمونها عشان ال لا بالميزان يعني ما يزيد. يا اخي سبحان الله، ما حطها كامله، قسمها هذي كم حبه مدموره والله. لكن الشيء ومعي سلماني ذا، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو منصور اللي قدامي متحمس، لفت راح البحر. يا الله يا كريم، بحر مره نازل، مره نازل. بدأت تيجي الأعشاب، لكن بحاول أقدم هناك الفتحات هذه اللي هنا أحسن. هذه هنا نرمي محلاتي، الله يسرها. شو رأي سلمانية أو رمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ملقوف. أيوه هذه هي، ما شاء الله. أيوه ما شاء الله ما شاء الله. يوقص والله كبير، والله عقام أقول يمكن رم كبير، والله والله حجمه بسيط كبير، والله قص عقام. والله سحبه حلو، حسيت بكذا يناوش وشويش، حطيته بكرة. الله يعوضنا. في ناس يقولون ليش ما تحط مصفرات؟ يعني لما اكون هنا تجيني ضربات مثلا عقمان ولا اي سمك يقص لها اسنان، يقول ليه ما تحط مصفره وسلك واير. اول شيء المصفر والسلك ما ينفع للاسماك الكبيره وتشوف الاسماك الصغيره. احنا ندور هنا مثلا هوامير، شعور، شعافن، ما تضرب على المصفر تخاف منه، فعشان كذا ما ندور لها. فتيجي تضرب معانا بالصدفه يعني، احيانا زي هذه ما توقعت، هذه جت ضربته ما يعلبال. ما شاء الله، هذه الأولى مع أبو منصور. ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يلا يلا، حجمها طيب ها؟ لا لا ما شاء الله، شعفن شعفن ولا شعور؟ ما شاء الله، كنا رمك رمك، قلتك رمك موجود، رمك ما شاء الله، حبة طيبة. بسم الله ما شاء الله، أنا أقول لك رمك موجود ما شاء الله تبارك الله. هذه أول حبة رمك. ايش الطعم يا ابو منصور؟ زين اضحك عليه على الرميه، رماها فجت كذا لخبطونا، جي هنا قريب. قلت والله انك ابو منصور لك فتره انا خلاص نسيت الصيد ونسيت الرمي. قال لا يمكن مكانها زين، هو سبحان الله الله ساق له هذه. ما شاء الله تبارك الله. ارمي هذا ثاني تضرب الا هي مسك. لا لا ما هو ما هو، هذه رمك ان شاء الله والله. ما شاء الله تبارك الله، ثاني ان شاء الله. ما شاء الله شعور عادي، شو اقدي قريب هنا بين العيش وشويش. هي شوفوا هنا رمك برضه، ها ما شاء الله سولي ما شاء الله شعور اليوم. والثانية ما شاء الله. نجرب الباغ مثلجة ذي، ما اقدي مدمورة لكن بصلح بها كذا، ما عندي اتخيط ولا شيء، مشي بها كذا واهلح يمكن يجيها شيء.
لو شديت عليها طارت من ال يغلى الماء بشويش. ايه كفايه كذا خلاص. بنحول على الشعب اللي قدام هذيك. شوف على الاشجار اللي هناك. بنروح نجرب حظنا فيها. نشوف. هل في شيء ولا؟ مشينا لكن بنروح نجرب حظنا فيها. هذه جاء ضرب في صباح الشعور، ضربت انتين مع ابو منصور. حبة رمك ما شاء الله. شعور رمك. والثانية سوري. الله يكتب الخير. المناطق ما هي عميقة هذه. شوف اللي فيها الموية. احنا ما نرمي. ما يجي لها متر ونص. يبقى اللي فيها واصل ابو منصور. اقل من متر ونص، اقل. ما هي متر ونص، متر عليها. لكن فيها سمك. هنا ممكن متر ونص لكن السمك يجي فيها. يا الله يسرها. تبان لك المسافة انها قريبة، يوم اذا مشينا قلنا وسط الموية شفناها بعيدة. صاحب منصور المسافة تبان انها قريبة، يوم مشينا ولا هي بعيدة. خليني اوريكم الشعب هذه. شوف اللي مشينا من عندها. هاي الشغلية. شوف طبعا هذه هشة مرة، يعني الواحد اللي بيمشي يحاول يتجنبها ما يدعسها. اي دعسة عليها تنكسر. بيمشي في المحلات الفاضية بينها. شوف في اشياء قد تكسرت. شوف قد مكسرة. لكن حاول تشوف لك المحلات. شوف زي هذه تمشي بينها تجنبها انك تدعسها. الله كريم. مكاننا هنا مكان زين. انا هذه فاضيه ذي حط سلماني والله قدوم الامور السلماني. امس دورت عند عبد الله ما لقيت، لقيت على واحد ثاني قد باع من العصر. لكن اليوم ان شاء الله نشوف لنا طعوم. المنطقه هذه ان شاء الله طيبه مشيت الله. الله كريم. ايه تعال قدام شوية مو هناك. هي ممتاز. هي واحدة صغيرة الصخور هنا تمشي في الاعشاب. كنا صغيرة ما هي كبيرة. يوه مع عشب جاية. هذه هي وصلت. ايش هي ماني عارف. ايش انت هذي شكلها بنقطة ولا والله شعور صغيرة. حظي من امس على شعور صغار ذي. حيسني معك؟ يلا روحي. اقول لك طلعنا ما طولنا. ما جاء ضرب شعور في البداية، جاء الثاني هذيك رمينا ما في اسماك صغيرة. وطلعت حبتين هنا ما شاء الله مع ابو منصور. حبة رمك. شوف الرمك ما شاء الله. حبة رمك وحبة سولي. وإن شاء الله بكرة نشوف إنه يكسر ثانية. لكن اليوم ما معنى اليوم. لا ما شاء الله ما شاء الله هذه حبت الرمك. لا لا أقل من كيلو. أقل. أقل. وهذه السولي. لا لا. ها؟ ما معك ثلج؟ لا لا حطها. ما معي ثلج.